كلما تتعدد الطرق تتباين الطرق. المرجعية الوحيدة هي لأهل البيت فقط. لماذا؟ لأنهم معصومون. العصمة يعني أن الطريق الذي يسلكه المعصوم هو الحق الذي يناقض طريق الحق. ما هو؟ هل يمكن أن يكون هنالك حق وحق عند التناقض؟ أبدا لا يمكن أن يكون هنالك حق وحق. القرآن الكريم يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وراء الحق ماكو حق آخر، وراء الحق هو الضلال. لا يمكن أن نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد كما يقول كثير من المسلمين. يمكن واحد يقول النبي اجتهد وأبو لهب اجتهد. ممكن اجتهادا. النبي حق، إذا النبي حق فأبو لهب باطل. إذا طريق النبي حق فطريق أبو لهب وأبو جهل باطل. أنتوا لاحظوا هذه الآية بالقرآن، إحنا نعتقد أن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا معنى العصمة، عصمة القرآن. إذا شيء ناقض القرآن هل يمكن أن نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد؟ لا، كل ما ناقض كتاب الله في رواياتنا فهو باطل، فهو زخرف. اضربوا به عرض الجدار. إذا علي كان معصوما صلوات الله عليه، يعني يمثل الحق، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن معاوية شنو؟ ما يمكن أن تقولوا اجتهاد، هذا باطل. علي إذا كان معصوما فهو الحق، ومعاوية الذي حاربه فهو الباطل. أكو هنالك مذهب المصوبة يقول علي صواب ومعاوية صواب. إحنا عندنا التصويب في عالم التكوين، يعني واحد يقول في علم الفلك أن الأبعاد متناهية، واحد يقول لا الأبعاد مو متناهية، هل يمكن أن يكون هذا حقا وذلك حقا؟ لا، تخطئ. إحنا قائلون بالتخطئ ولا نقول بالتصويب. إذا واحد قال الجزء الذي يتجزأ موجود، واحد قال الجزء الذي يتجزأ مو موجود، هل أنتم قائلون بالتخطئ أو التصويب في عالم التكوين؟ قطعا واحد منهم خطأ، ما يمكن يكون كلاهما حقا. مرة أنتوا لا تعلمون الطريق، دققوا في هذه النقطة. مرة واحد ما يعرف الطريق، هنا يلجأ إلى الطرق الظاهرية. نقول هذا اجتهاد، هذا مجتهاد. أنتوا عندكم مريض لا سمح الله، ما تعرفون الواقع، الواقع مجهول لكم، ماذا تعملون؟ تلجؤون إلى الطرق الظاهرية، الطريق الظاهري، يعني هذا الطبيب وهذا الطبيب. هذا الطبيب يقول اعمل كذا وذاك الطبيب يقول اعمل كذا. أنت ما عندك طريق إلى الواقع، أنت مجبور إما أن تعمل بقول هذا الطبيب أو بهذا الطبيب. ولكن عندما وصلت إلى الواقع وإلى الحقيقة
ورأيت الحقيقة أمامك هذا هو الحق وغيره باطل مو اجتهاد باطل